دكتور أشرف كامل رفعت، استشاري علاج وتجميل وجراحة الفم وزراعة الأسنان، عضو الأكاديمية الأمريكية لزراعة الأسنان، دبلوم الدراسات العليا في حشو الأسنان وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة، مدير معمل أوميجا للأسنان. عنوان العيادة والمعمل 80 شارع الخليفة المأمون، روكسي، مصر الجديدة. تليفون 012-238-818-49 أو 02-225-853-37. وللتواصل عبر فيسبوك CDC-Cosmetic Dental Clinic. أنا اسمي وسيم رؤوف، أنا باجي للدكتور أشرف من حوالي 3 شهور تقريبا، بعد ما سمعت عن ناس كتير شكروا جدا في العيادة وشكروا في المكان وشكروا في النظافة والمواعيد، ودي كانت حاجة فارقة معايا جدا. كنت باجي قبل كده لأسباب تانية، كانت مشاكل في سناني قبل ما جيله عشان الهوليوود سمايل، أو اللي هي إن احنا نظبط الابتسامة بتاعته. أنا كان حقيقة كان عندي مشاكل في سناني، ألوانها كان ابتدى يغير مع الوقت وابتدت تغمق، وجزء منها كان اتكسر فبقت فيه بعض الأسنان منها متكسرة. أول حاجة دكتور أشرف طبعا معاملته مع الناس، وأخدني أصلا فرجني المعمل، وده كانت حاجة فارقة معايا جدا، إن الحاجة تبقى بتتعمل هنا جوه العيادة عنده معمل دكتور أشرف، أخدني فرجني عليه. وهي 3 مرات اللي جينا للهوليوود سمايل، مرة بس لأن احنا اتفقنا على خطة العلاج أو الحاجة اللي هنمشي عليها، المرة التانية جينا عشان ناخد المقاسات، والمرة التالتة كان علشان التركيب، وده كان كله في خلال أسبوع. يعني شفت بعناية الحاجات بتتعقم، وطبعا دي حاجة بتقلق أي مريض إن الحاجة ما تكونش معقمة عشان الانفكشنز أو انتقال الأمراض، فالهيجين أو النظافة هنا في العيادة برضو حاجة تشرف جدا. بشكر دكتور أشرف جدا وبتمنى له التوفيق دايما. الحقيقة احنا العيادة عندنا هنا متخصصة أساسا في تركيبات الأسنان الصناعية وزراعة الأسنان. بالنسبة لتركيبات الأسنان الصناعية، احنا ابتدينا دلوقتي نحول العيادة كلها لطب الأسنان الرقمي أو الديجيتال دينتستري. كان زمان الأول بناخد المقاسات ونشتغلها الفني في المعمل كله يدوي، دلوقتي دخل معنا الكمبيوتر والأجهزة الديجيتال في الأشعة وفي التصنيع كمان بالنسبة لتركيبات الأسنان. احنا متخصصين جدا في موضوع الهوليوود سمايل والأسنان التجميلية والفينيرز اللي بنعملها بأحدث الخامات وبأحسنها، وفي معملنا معمل أوميجا للأسنان بنقدر نقدم للمريض خدمة مميزة بالنسبة لتركيبات الأسنان. إن احنا الحقيقة بنشجع جدا دلوقتي على السياحة العلاجية، الآن المريض بيجينا من برا بياخد الميعاد على النت أو على الواتساب أو بالتليفون، وبنقدر نحدد له الميعاد بالظبط اللي هيجي فيه، عدد الزيارات اللي هو هتتم معاه يعني للعلاج كامل، علاج كامل الأسنان من الحشو، من علاج جذور، من مثلا خلع بعض الجذور، من زراعة للأسنان، بنقدر نحط له خطة متكاملة للعلاج. هو كان محتاج يجمل شكل أسنانه وفي نفس الوقت يعالجها، فاحنا عالجناها وعملنا لها الحشوات اللازمة وعملنا لها التحضير اللازم وجهزنا التركيبة بتاعتنا في المعمل، وقعدنا مع بعض في المعمل وعلى الكمبيوتر وقدرنا نختار الديزاين بتاع الابتسامة. يعني احنا نعتبر من أوائل الناس اللي بتصمم الابتسامة. تصميم الابتسامة ده مهم جدا لأنه بيختلف من واحد لواحد، من شخص لشخص طبعا، من راجل كان أو ست أو عمره صغير كبير، كل واحد وبقى له شكل معين لأسنانه بتتناسب مع شكل الوجه، والنهاردة هو جاي لي عشان أركبهم له. بالنسبة لتركيبات الزيركون أو الإيماكس اللي هي التركيبات التجميلية اللي هي من غير معدن خالص، طبعا دي احنا بنقدر نحطها في المنطقة الأمامية وممكن نعمل بيها دروس ورا وبنحطها على المسامير الزراعة، يعني عادي ما فيهاش أي مشكلة لأن هي قوتها جامدة جدا وبتستحمل قوة المضغ لأعلى درجة. الحاجة المهمة قوي كمان في الميزة في الزيركون ده اللسة والأنسجة اللي حوالين السنان. اللسة والأنسجة اللي حوالين السنان بتحب الزيركون أو بتحب الإيماكس ده يعني جدا، لأنه هيجينيك جدا
ما بيعملش اي ستينز، ما بيعملش اي بوايا اكل ما بتبقاش عليه، ما بيعملش ريحه في الفم نهائي، واللثه بتبقى ناتشورال زي ما حضرتك شايف هنا كده، اللون الناتشورال الطبيعي بتاعها، وما بتجيبش اي دم مع غسيل الفرشه. احنا عياده دكتور اشرف كامل طب وعلاج وتجميل الاسنان، في استقبال حضراتكم في اي وقت.